وبعدين نحكم عليها. لو والله نجحنا في التجربة فاحنا كده كسبنا النجاح، ولو فشلنا فاحنا برضه كسبنا الخبرة اللي هتأهلنا للمواقف اللي جاية بعد كده. ادي نفسك فرصة تجرب، ما تحطش نفسك في حيز معين وتقفل الباب على نفسك وتقول هو ده اخر الدنيا. خلينا نواجه ان محدش طالب ناجح، بالعكس كان في ناس ابعد ما يكون عن النجاح. على سبيل المثال يعني ميسي، مين انا بشجع البارسا؟ انا بشجع البارسا طبعا. كل الناس مدريديه. ميسي هو عنده 11 سنه اترفض ان هو يدخل نادي كوره علشان هو جسمه صغير وعنده مشاكل في النمو. طبعا ميسي دلوقتي معاه 4 كور ذهبيه. توماس اديسون مخترع المصباح الكهربائي، وهو صغير المدرس بتاعه قال عليه غبي وما ينفعش يتعلم. وديزني كلنا عارفين طبعا شركه ديزني بتاعت الكرتون، او في بدايه حياته خالص مشاريعه اترفضت تقريبا من كل استديوهات هوليوود، لحد ما هو بدا بنفسه اسس شركه ديزني، وهو كمان مخترع شخصيه ميكي ماوس. كلنا عارفينها طبعا. هو ليه مقوله شهيره بتقول if you dream it you can do it، يعني طالما حلمت بحاجه فانت تقدر تحققها. اينشتاين ما كانش بيتكلم لحد ما بقى عنده 4 سنين. المدرسين في المدرسه كانوا بيقولوا فهمه بسيط، وضع النظريه النسبيه واخد جايزه نوبل. اوبرا وينفري علامه مميزه في عالم الاعلام، اتفصلت من شغلها اول ما اشتغلت علشان ما عندهاش المؤهلات الكافيه. اوبرا وينفري دلوقتي تملك شركه اوضه تلفزيونيه. ابراهيم الفي في بدايه حياته خالص اشتغل بيغسل اطباق وبيشيل شنط في محطات. هو اول ما